بيكم حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده معانا حلقه لطيفه قوي، حلقه عن حاجه بنستخدمها قليل جدا وفي اصناف قليله جدا، بس انا عملت لها النهارده حلقه متخصصه عشان نفرد فيها ونعمل فيها ايه حاجات كتير، وتنقوا انتوا الوصفه اللي تعجبكم، وهي البرغل. البرغل احنا اخره كبيبه، وقليل جدا اللي بيعمل كبيبه لان هي مش مصريه، مش بتاعتنا. بنعمل كفته، ده اخرنا في البرغل، يعني مش بنستعمله غير بقى اتعلمنا بقى بعد الفيسبوك والحاجات دي، هنستخدم بقى الكبيبه، نستخدم السلطه، الحاجات دي كلها. فهنعمل مع بعض كام وصفه بالبرغل، وانا كمان عايزاكم تستخدموه ان هو صحي جدا بدل الرز والمكرونه، يعني خف رز ومكرونه شويه ونخش على البرغل والفريك، ماشي؟ فالنهارده حلقه برغل. طب انا ممكن اعمله ازاي؟ انا ممكن اعمل، انا هعمله حاجتين بدل الرز، بدل ما هناكل رز هناكل برغل. فالطريقه الاولانيه اللي هي بالطماطم دي لذيذه كده، وهنعملها ونفلفلها. خلي بالنا من الحته دي عشان ما يعجلش مننا، ما يبقاش لطيف. لا، احنا عايزينه مفلفل، عايزينه برغل مفلفل. ازاي؟ اقول لك انا. اول حاجه هعملها دلوقتي اللي هي بالطماطم دي، عباره عن برغل، جايبه نص كيلو من البرغل عندنا اهو، بس مش مغسول لسه اهو، ماشي. بصل، فلفل حامي وفلفل رومي، طبعا لو مش عايزين حامي بلاش، طماطم مقطعه صغير، معلقه صلصه، ومكعب مرق او شويه شوربه او ميه، مش مشكله خالص. هنعمل ايه؟ نقول بسم الله، وشويه زيت او سمنه، يعني زيت او سمنه ده اختياري. هنجيب حله ونحط فيها شويه زيت، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا حطيت حوالي ربع كوبايه من الزيت على قد ايه البرغل ده. تعالوا ناخد بقى هنا ايه، بسم الله. البرغل مش هننقعه، غسيل سريع، مصفى كده، وهناخد البرغل اهو. تمام، وهروح اصفياه على طول، ما تنقعيش ما تنقعيش. انا عايزاها مفلفله زي الرز، مش عايزاهم يتعقدوا ويقولوا ايه ايه المعجن ده. فايه، امسكي نفسك بقى، خليكي حلو، مش طايقه كل شويه. تمام، هصفيها. ممكن استعملها على فكره كمان، ما هو كده كده نضيف، يعني بيبقى في اكياس كده ونضيف، ده لو انا شاريها من ايه، من سايبه يعني، انما لا، والاحسن طبعا تجيبيها اكياس. صراحه البرغل والفريك بحبوا اكياس اكتر، عشان شيل ده عشان كده تقع فيها تاني، ما يبقاش فيه زلط صغير وتعقده. انا عارفه. هناخد بقى البصلايه نطعم بقى الايه، بسم الله بسم الله، ادي كده ايه شويه الزيت وبصله وشويه ملح وفلفل. طبعا نعود بقى الاطفال وهم صغيرين ياكلوا الحاجات دي، وحتى لو كبار ومش متعودين عليها تعمليها جنب حاجات مشويه، يعني شويه فرخه، شويه كفته، اعملي حاجات صغنونه كده بحيث ان يبقى هي ايه، هيدوقوا ويجربوا جنب الوصل. طبعا احنا مش واخدين على البرغل او الفريك بناكله بدل الرز، لا مش واخدين خالص، كل فين وفين لما نفتكر ونعمله، انما احنا لا، عايزين ندخلها جوه وصفاتنا ونستعملها، حاجه بتاعتنا مصريه اصيله، استخداماتها قليله جدا، لا نكتر استخدامها ان هي حاجه صحيه جدا. فالاول لو انا العائله مش واخده ان هي تاكلها كده، زي ما قلت لك كده، انت عامله اكله دي جنبها بوله صغنونه كده وتتحط جنبها ويجربوا، عجبهم كتري المره الجايه. خليكي ناصحه كده. انا هنا ايه، بشوح اهو البصله، اجيب معاها بقى الفلفل الرومي والحامي لو بتحبوا الحامي، ما بنحبش الحامي يبقى هنحط ايه، رومي بس مع البصله. البصله دوك دبلة سواء سنه صغننه، انا كل ده بديها ايه، قيمه غذائيه اعلى.
تطلعينا الشطه دلوقتي. الطبق ده جميل جدا. الطبق اللي انا بعمله ده انتوا عارفين ان احنا ممكن مثلا انا بعد عشان الشطه نعمل بتنجان مخلل جنبيها بقت وصفه وجبه. اعمل جنبيها بطاطس محمره بقت وجبه. مش لازم جنبها لحوم خالص لان دوت لذيذه قوي. هي مش بتبقى رز بقى، لا ده وجبه حرشه حلوه. فاحنا ممكن ناكل دي وجنبها بتنجان مخلل، بطاطس محمره، بطاطس مشويه كده، لايقه جدا جدا. بتنجان، بتنجان اللي هو المقلي حلو قوي برده. استنى عليها شويه كمان. حمري ده انا بقى ايه، بديله سن التحميره يعني مش باخدها نيه كده، لان انا كل ما بحمرها بتديني ايه طعم، تديني طعم غير لما بحطها عليها. اي هي كده كده فيها طعم حلو وكل حاجه، بس التحميره بتاعت البصله والفلفل بيديك طعم حلو قوي. زي مثلا لما نيجي نعمل حاجه بسيطه قوي كده كنت لسه بجربها، البيض. البيض بنعمله بالفلفل عادي صح، نحط عليه فلفل كده ونقلبه ومش عارفه ايه وخلاص. لا تعالي بقى خدي الفلفلايه دي اللي انت حاطاها في وسط الابراد الاومليت عادي، زي ما بيقول ايه، حطي بيض وحطي فلفل وحطي طماطم او كده وربيهم واعمليهم اومليت. تعالي بقى خدي البصل الفلفله دي، مش هتفيدك من البصل، الفلفله الرومي، وحمريها في معلقه السمن الاول وبعدين طش عليها الاومليت. فرق تاني خالص واحلى. يعني انا بحس كده بميعان شويه لما احط فلفل رومي ني، انما لما حمرته في السمنه الاول لا بقى طعمها. بجربوها تعجبكم قوي ان شاء الله. او البصله برده نفس الحكايه، البصله دي بديها برده تشويح الاول بمعلقه السمنه وبعدين احط عليها الايه؟ البيض. انا عايز اسخن عشان اعمل برده الوصفه الثانيه، بسخنها برده دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي. ناخد دي اسهل، دي اعلى شويه. تمام اهو كده بدات اشم ريحه التحمير شويه. انا كده كده هنقله على عين القهده بس مش دلوقتي. المهم بقى غير ان انا بحمره وبضيف له كل الاضافات دي، اضافه الميه للبرغل قليله جدا جدا، يعني مش زي الرز او حتى زي الفريك، لا اقل. هوريك دلوقتي وانا كمان ضايفه له خضار فمش محتاج خالص معايا. استنى بس عليه شويه كمان كده، تأني في الشغل شويه. عندي هنا بقى مكعب مرق والصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلصه اختياري على فكره، يعني ممكن ما اعملوش احمر، انا ممكن اعمله بالطماطم بس. حاجه ثانيه ممكن اعمله طماطم بس. حط مكعب مرق. ماشي، معلقه صلصه. وهجيب بقى البرغل. اظبط له بس ملح. تمام. عايز اوريك الميه اللي هحطها له قد ايه علشان ما ايه ما تزودوش ميه خالص. انا هنا حاطه حوالي 3 كوبايات من البرغل، 3 كوبايات من البرغل غسلتهم وصفيتهم، هحط عليهم ايه حوالي كوبايه الا ربع ميه. ده فيها بصل بس عادي مكان البصل، كوبايه الا ربع ميه، وعلى نار هاديه واسيبها عشان تديني الطماطم. ما حطيتهاش ليه؟ مش دلوقتي.
انا هغطي عليها وهنقلها على النار الهاديه، واغطي عليها النار عشان تتبخر وتتشرب زي ما هي عايزه. وناخد بقى دي هنا نعمل نوع تاني من ال، عشان عايزه اعمل لكم كذا وصفه، عايزه اعمل لكم حاجات كتير يعني. البرغل ممكن اعمله ايه؟ بالشعريه. مش بنعمل رز بالشعريه؟ نعمل برغل بالشعريه. برضو بصوا مقاديرها معانا اهي. هناخد البرغل طبعا بالكميه اللي انتوا عايزينها، شعريه، بصل او لا، وسمنه ومكعب مرق، تمام؟ الشطه هو دخل جوه زوري. هناخد برضو بسرعه كده ايه؟ نغسل ده. حط بس الزيت يسخن، زيت لا هنعمله بسمنه المره دي، بسمنه ماشي. سمنه، معلقه سمنه كبيره. نغسل بس ده كده شطفه كده بس كده، ما تنقعيهوش ما تنقعيهوش لانه هيشرب الميه كلها وتلاقيه عجن وهو منقوع، مش هنعمل كده. شطفه بس. كمان في ميزه لذيذه جدا ان هو بيستوي بسرعه قوي، سريع السوى، سريع. هناخد هنا بقى كده، لو عايزين بصل هنحمر البصل قبل الشعريه. يعني ايه؟ انا هحط حبه صغيرين بس، بس بطعم قوي البرغل صراحه، فعشان كده هديله ايه حبه صغيرين قوي، بس البصلايه صغننه هي بتطعمها صراحه. بصلايه صغيره كده نفرمها. ماشي. استنى عليها شوية. هنحمر عليها الشعرية. يعني لما تبدأ كده ان هي ايه؟ تبدأ تلون معايا سنة، اروح منزلها الشعرية. انا حاطة حبة صغيرين جدا. قرب مش بيستحمل حاجة. حط بقى الطماطم. بقولك وجبة مش محتاجة حاجة جنبها، محتاجة بطاطس محمرة، محتاجة فنجان مخلل لو أنا مش عايزة لحوم. لو أنا مش عايزة لحوم هي كده حلوة جدا. عشان انت بتضايقني وانت عادي اهو كده. هنزل بقى ايه الشعرية واحمرها مع البصل. طبعا كميه الشعريه زي ما انت عايزه، بس انا عايزه اوصل لك ان انا استعمل البرغل بدل الرز والمكرونه بديل، قيمه غذائيه اعلى وطعمه حلو جدا 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 صراحه، يعني طعمه لذيذ. واحمرها حلو قوي كاني بعمل الايه للرز بالظبط، تمام. على فكره البرغل استوى، ما انا بقول لكم هو اصلا بيبقى ده، يعني البرغل اصلا داخل في سوى، فلما اجي احطه على النار ما بياخدش معايا غير وقت بسيط جدا جدا. طب بعرف من انه استوى او ما استواش؟ تمسكي البرغله كده وتمسكيها في ايديكي كده، لقيتي ان فيها، لا فيها حته، انا كده لقيتها لا لسه فاضل لها فيها حته سنه ناشفه في ايديا تحت ايديا، لقيتها لا الحته الناشفه دي راحت بتحسي بيها كده خلاص تبقى ايه مظبوطه، فهي لسه فاضل لها 5 دقايق بس، تمام؟ طب بصوا انا هحمر الشعريه على ما ترجعوا لي من الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايه. ورجعنا من الفاصل، بصوا بقى الشعريه احمرت اهي مستنياكوا. دوبك بس خدت البرغل انا شلته من المصفى وهنزله على الشعريه. برغل يا دوبك مشطوف ومصفي. حلو الكلام؟ نفس الحكايه، الميه هتبقى قليله جدا علشان يفلفل معايا. زودتي ميه هتلاقي قطعه عجينه.
تعمليش كده. تمام، يبقى كده استعملناها ايه، هذه البرغ القمر اهو ما شاء الله. انت شوفي كده تقولي هو مستوي، بس لا هو هتلاقيه ناشفه، فعشان كده ايه هنحط لها ميه قليله. الميه هنا حوالي برضو ايه كوبايه، كوبايه فقط لا غير. الكوبايه دي هتطلع لي بخار ميه هتسوي لي كل الايه البرغل. ثلاث كوبايات حطلهم هنا كوبايه، مش معنى هنا كوبايه وهناك كوبايه الا ربع، عشان هنا في شعريه، انما هناك ما فيش شعريه. تمام اهو، ده كده استوى خلاص زي الفل. تمام ده كده. وفي بقى ايه الطماطم دي كانها سلطه، انا حطها في الاخر خالص عشان ما تتهريش، تيجي تاكلي البرغل كانك بتاكلي سلطه، برغل بالسلطه. جامده جدا، وجبه متكامله، جنبها اي حاجه، جنبها بقى تاكل كده ماشي، جنبها مخلل ماشي، ليمون مخلل ماشي، كام زيتونيه ماشي، هايله. تمام، وادي هنا حوطي بس هنا على البرغل ده كمان، ده اشيله من هنا الطبقه ده احسن، وودي ده هنا عشان ما يتلسعش معايا. خلي بالك عشان بيشيط، يعني لازم بعد ما يعني دوبك الميه نزلت غلت اهي اوطي النار بقى، واسيب بقى الميه اللي نزلت دي تغلي فتطلع بخار ميه هو اللي يسوي لي البرغل. خلاص، ما هو لازم ليه تكات كده نعرفها. اهم حاجه اوعي تيأسي. خلاص الدخيله ما دي هيزهق بقى حاجه مني باظت مش عارفه ايه. طيب تعالوا بقى نعمل حاجه ثانيه، شوربه جامده. عندك لحمه، شوربه لحمه، عندك شوربه فراخ، عندك شوربه اي شوربه، اي شوربه عندك، عندك مكعب مرق ما ندقش يعني، بس تولي خلي عندك في الفريزر، ما تسلقي لحمه وتسلقي فراخ، خلي الكياس بتاعتها في الفريزر. وكمان لما تكوني بتسلقي اللحمه او الفراخ غنيها، خليها تبقى غنيه، يعني حط لها البصل والطماطم والجزر والقراورو حبهان روزماري، فاهمه؟ يعني التوابل الحلوه دي بتاعت الشوربه حطيها كلها، عشان انت لما تشيلي الكيس يبقى مليان فيتامينات. ماشي؟ طيب تعالوا نعمل شوربه. الشوربه دي عباره عن ايه بقى؟ فضل قشطه يا ولاد، انا هعملها بالقشطه مش بالكريمه، احنا عايزين نوفر. عندك كريمه حطي كريمه، ما عندكيش كريمه حطي قشطه. تمام، دي عباره عن ايه بقى؟ بصوا بقى، انا هاخد بس يا دوبك نص كوبايه من البرغل، يعني ممكن ده يبقى كتير، هاخد نصه بس. معلقه سمنه، معلقه دقيق، بصلايه، وعشان اطعم برده، والبرغل والقشطه او الكريمه. تمام، هنعمل ايه؟ هناخد كده معلقه السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش عايزه كميه كبيره، يعني الشوربه بالذات ما تعملهاش كميه كبيره. ادي معلقه السمنه، هنزل البصله الاول، بصله مفرومه ناعم كده، ما انا حتى الشوربه عايزه طعم، عايزه استغنى عن مرحله البصل، ما تحطيش بصل لو انت مش عايزه، بس هو مفيد وصحي، داخلين على شتا بقى وعايزين ايه حاجات مفيده وصحيه تقوي المناعه كده. تعرفين تقويه المناعه دي يا جماعه مش اكل بس، تقويه المناعه مش اكل بس، لا تقويه المناعه نفسيا، نفسيا بناس قاعده معاهم، نفسيا بناس بتتكلمي معاهم، نفسيا بحاجه بتتفرجي عليها، فدي حاجه مهمه جدا. شاكرين مهللين. انا هاخد حته قشطه وحبه لبن بدل الكريمه. ماشي، فتملي الواحد يسعد نفسه، اسعد نفسك بنفسك، محدش هيسعدك، تملي اعمل كده، اسعد نفسك بنفسك. يعني طبعا كتير هيسعدوك ان شاء الله على خير، يعني كل حاجه، بس ما تدورش، تدوير ده بيتعب. ادور على فلان ليه ما خدنيش معاه، ليه ما عزمنيش، ليه ما قاليش، ليه ما ورنيش، كل طاقه سلبيه بتقلل المناعه. متخيلين المناعه اللي في جسمنا دي مش مجرد اكل، نفسي احنا نفسيا ايه مبسوطين، بتعلي المناعه، بتقويكي. كئيبه ومتضايقه وانت بتضايقي نفسك هتلاقي المناعه بتنزل وتعي من اي حاجه. مش بقولك ما تضايقش نفسك عشان ما تعياش، هو ده بالظبط كده. بص احط معلقه دقيق، فتملي احنا نسعد نفسنا بنفسنا،
وعايز اقول لكم بقى برضو حاجه مهمه، ما ندورش على النكد بنفسنا، ما نقعدش ندور ده فلان خب عليا، ده فلان ما قاليش، ده فلان عمل من ورايا، ده فلان بيقول عليا كذا. ما بتدورش، ما تدور ده فلان عمل كذا، ده جوزي سوى كذا، ما تدوريش. خليك في نفسك، خليك في نفسك. لما المشكله جيك لغايه عندك اعمليها مشكله، انما طول المشكله منها بعيد ما تدوريش، تشغليش نفسك، اسعدي نفسك بنفسك. اللي يجيلك منه النكد اقفلي بابه، عشان ده اللي بيجيب العيا بقى صراحه يعني. بصوا بقى انا حطيت ايه، حمرت كده معلقه الدقيق، سنه قشطه بس كده صغيره، معلقه قشطه من عندي، من اللبن عادي، من وش اللبن اهو، شويه ميه بقى، ميه او شوربه طبعا، حاطه ميه عشان مش عندي مرقه، انما انتي حطي شوربه ماشي، وهحط مكعب مرق اهو عشان برضو ما عنديش ايه، ما عنديش الشوربه، عندك شوربه حطي الشوربه. والبرغل بقى هنا على طول نص كوبايه، مش محتاجه ان انا اعمل له حاجه، عايز اغسليه واصفيه بس هو مش محتاج، نص كوبايه اهو. دي شوربه مغذيه جدا وسهله ولذيذه، حط لها شويه لبن، انا كنت بقى بحط لبن وقشطه بديل كريمه، انما انا عندي كريمه حطي كريمه، نص كوبايه وادي اللبن. عندي مشروم، احط مشروم تحت مع البصل، هايل برضو جدا، ما عنديش مشروم اعملي زي ما انا عملت كده، انا عاملها لك بالقليل وانت كتري زي ما انت عايزه، تمام، بس واسيبها تغلي. طبعا البرغل ده هينفش شويه كده، واديك شوربه محترمه جميله جدا، ممكن على وشها احط قطعه قشطه بعد ما اقدمها كده، اروح حاطه قشطه كده على الوش وهي سخنه فظيعه. طيب دي شوربه الشتا بقى، داخلين على شتا وعايزين شوربات وحاجات، شوربه البرغل تحفه تحفه، هتعجبك قوي ان شاء الله. طيب ايه كمان بقى الحاجه المشهوره عندنا؟ الكفته. هل ينفع اعمل برغل ما اعملش كفته؟ لا، هنعمل كفته لذيذه وسهله وموفره جدا. كوبايه نقعتها بقت كوبايتين، كوبايه نقعتها بعد النقع بقت كوبايتين، تمام. اللحمه نص كيلو او اقل يجوز، بقدونس، بصل نص كوبايه، نص كوبايه دقيق دي مهمه، وبيكنج باودر ده مهم، وبهارات اللي هو 7 بهارات وملح وفلفل، تمام كده. طيب اقلب بس دي كده، كل شويه اقلبيها، كل شويه اقلبيها. هناخد هنا البصل، بسم الله الرحمن الرحيم، البصل الاول نفرمه، نخلطه خلطه كويسه لوحده، يعني ممكن ما تفرموش انت، حطيه سليم هو يتفرم طبعا. وبعدين هناخد بقى، هي دي البرغل منقوع، ده منقوع بقى مش زي التانيين، ده منقوع اهو، الكوبايه بقى كوبايتين ماشي، وادي نص كيلو اللحمه او اقل، لو عايزه اقل من نص كيلو حطي اقل من نص كيلو، شويه بقدونس حلو كده حزمايه، نص كوبايه دقيق تنعم لي الدنيا، وادي معلقه صغيره بيكنج باودر صغيره مليانه، و 7 بهارات معلقه صغيره برضو مليانه، والملح هنا ممكن تبقى معلقتين صغيرين، والفلفل نص معلقه صغيره مليانه، ونطحن ده كله مع بعضه. هنقول تاني، هنقول تاني احنا عملنا ايه، بس اهم حاجه البرغل ده كل شويه نقلب عشان بيلزق، هو ده رخامه بس في شويه ان هو بيلزق، عشان كده كل شويه ايه، خصوصا الشوربه انما مهديه عليه النار، فخلاص ما عجنش فيه كتير. بصوا بقى بتبقى تقيله ازاي، هتبقى عامله زي شوربه العدس، هيغلي كام غلوه وخلاص.
يعني افضلي قلبي فيه كده شويه، لقيتيه تقل منك زودتي مثلا برغل، حطي شويه ايه ميه تانيه او لبن عليه. زي ما قلت لك شوربه البرغل دي تبقى زي شوربه العدس. بصي تقلت ازاي، بنص كوبايه حلوه قوي على حوالي قد ايه ميه، على حوالي ست كوبايات شوربه، او شوربه ولبن او ميه. اللبن ده قليل قوي، هحط نص كوبايه لبن بس، حتى قطعه قشطه نص كوبايه لبن. الميه او الشوربه بقى حوالي ست كوبايات على نص كوبايه برغل. بصي عملها ازاي اهو، لقيتيه اتقل من كده او انت عايزاه اخف من كده زودي الشوربه او الميه. بس عايزاه يغلي حبه، يغلي حبه عشان البرغل يستوي. انا هزوده عشان حاسه انه هقفله هيتقل تاني، وبزود تاني كده. اما اطفي عليه النار هتلاقيه تقل تاني. ممكن اظبطه ملح وفلفل عشان برضه مكعب المرق واحد ايه مش كفايه. شوربه هايله. حبه بقى، بصي بقى عندك قطعه فراخ كده مسلوقه باقيه نستريها وحطيها فيها، عندك قطعه لحمه نستريها وحطيها فيها، عندك شويه لحمه معصجين لو انت عايزه ده اختياري، عندك حبه لحمه معصجين صغننين كده حطيها فيها. يعني عايزه تزودي قيمه غذائيه، لو مش عايزه هي كده لطيفه زي شوربه العدس خلصت. احطها في بوله وعليها قطعه القشطه او معلقه سمنه صغيره، او مش عايزه خلاص هي كده حلوه قوي. تمام، انا كده خلاص تمام. بس السمك بقى، السمك معانا ده المهم. نيجي هنا كفته البرغل، خلاص بس طحناها حلو قوي. بصوا بقى راح البرغل، راح 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 اهو. فين البرغل؟ فين البرغل؟ اهي. تمام، هناخد بقى كده ونبدا نصبح. اجيب بس شويه زيت، اجيب شويه زيت عشان ايه، طبعا لو حطيتها في الثلاجه انا هشيل على فكره الشوربه كده خلاص. لو احنا صلى على النبي حطيناها في الثلاجه مش هتلزق في ايدينا كده. نجيب بقى صينيه، بص دي بقى ممكن تعمليها اي حاجه، هنعملها صينيه، هنعملها على النار، هنعملها اي حاجه. يعني عايزه تحمريها حمريها، عايزه تعمليها صينيه وتدخليها الفرن هندخلها الفرن، عايزه تعمليها صينيه وتحطيها على النار بشويه ميه. عجباني الفكره دي، هعمل لكم دي. طبعا انتوا عارفين التحمير وعارفين الايه وعارفين التانية. طب مش عارفين اللي هي بنحطها على النار بشويه ميه؟ لا عارفينها طبعا، يعني اللي متابع معايا عارف. ماشي، فهناخد بقى نصبع كده. بصوا جميله جدا. طيب طب بصوا هصبع دول على المجرم والفاصل. يلا فاصل ونواصل. على قد الايد ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى انا عملت شويه من الكفته، ما شاء الله الوصفه دي بترمي كتير جدا، بترمي حبه محترمين يعني. وبعدين هنحطها على النار. انا هنا صبعتها، انت جبت لي ورقه الالمنيوم يا كابتن؟ كابتن ما جابليش ورقه الالمنيوم. طب ناخد غطا حلق تاني علينا. لا ده كبير، هنشوف لها دلوقتي حاجه. بصوا بقى انا هنا بس كنت بصبع زيت بيه، حطيته عليه شويه. طبعا البرغل هنا بيبقى كتير فبيعوز ايه شويه كده الماده الدهنيه تبقى بتاعتها. يعني انت حلوه قوي في الكفته دي ان اللحمه تكون ملبسه قوي، لو فيها دهن يعني اكتر عادي جدا حلوه جدا مفيش اي حاجه. شوف الزيت على النار دلوقتي عشان هعمل حاجه ثانيه. بحطها بقى على النار كده واغطيها بورق الومنيوم او بغطا حله او باي حاجه، ومعاها شويه ميه. معاها شويه ايه ميه واغطيها. تمام، انا بس مش لاقي لها اي حاجه قدها. واغطيكي بايه؟ اغطيكي بايه؟ اغطيكي بايه؟ اغطيكي بصينيه. اتصرف نتصرف.
انا عشان بس بخار الميه يسويها. تمام. طيب ممكن نعمل ايه تاني من البرغل؟ كبيبه. طب ما عادي بنعمل كبيبه، تعالوا نعملها بقى من الفراخ مش من اللحمه. يعني ممكن نعملها باللحمه، ممكن نعملها بالفراخ. فانا النهارده هاكل الفراخ، فراخ مفرومه، هنعمل منها كبيبه سهله ولذيذه مفيش اي حاجه خالص. انا عندي هنا جبت نص كيلو بتاع الفراخ، خدت ربعه مطحون كده شايفين معجون جدا او مفروم، والربع الثاني عملت قطع صغيره. القطع الصغيره دي هاخدها هي والبصل اسويهم على النار في طاسه، زي ما يكون ايه، زي ما يكون بعصج. تمام اهو، زي ما يكون بعصج. هناخد بقى ايه على ما بس الطاسه ما تسخن ونعصج، تعالوا نفرم الحاجات اللي هنفرم. مقادير معاكم على الشاشه هي كلها. تمام. هنا عملت ايه، خدت كوبايه برغل نقعتها وبقت قدها مرتين برضو. تمام. نص على ربع كيلو من الفراخ بس، النص ده انا قسمته اتنين، ربع مفروم والربع التاني متقطع صغير. متقطع الصغير ده انا هسويه كاني بعصجه اللي هحشي بيه الايه، الكوبيبه. تعالوا معانا. وعندنا دقيق وبصل، ملح، فلفل، شويه بابريكا، توم بودره، بصل بودره، كل الكلام ده. تعالوا بينا انا بس تسخن دي نطحن. طبعا لو الفراخ مش مفرومه هتتفرم في دي بمنتهى السهوله في الجهاز ده. هناخد بس حبه بصل صغيرين كده، والتانيين هسيبه للفراخ. تمام. نطحنهم الاول عشان ينعموا. دي مهمه قوي المكنه دي فيها، او تعجني كتير، تعجني كتير. هنقعد نشدهم مبشره ونعجن كتير. ماشي. ادي البصله وادي خلاص اتفرمت. البرغل بقى منقوع، كوبايتين اهو مفيهم شرطة ميه، شربوا ميتهم. كوبايه بقت كوبايتين، كوبايه بقت ايه؟ كوبايتين. يعني بصوا هو يعتبر كده بنطحن ربع كيلو برغل على ربع كيلو ايه؟ لحمه. تمام؟ فراخ يعني مفروم. وادي الفراخ. وادي الدقيق، نص كوبايه دقيق. البقدونس اختياري، انا هحط شويه البقدونس او لا. البهارات طبعا اللي هي ايه، توم بودره وبصل بودره وملح وفلفل وبابريكا. توم بودره، بصل بودره وبابريكا وملح وفلفل، ملح وفلفل. تمام. واعجن بقى، اعجن حلو قوي. هاخد هنا البصل اسوي الفراخ، اسوي الفراخ، حبه زيت، هاخد البصلايه وربع كيلو الفراخ اللي انا اخدته، انا جايبه نص كيلو قسمته على اتنين. ده عشان نعمل الكوبيبه، والكوبيبه دي من الحاجات اللي بتتشال في الفريزر وتطلع على التحمير. هدي النار على الكفتة. بص الكفتة يستوي حلو جدا، احلى من الفرن. يعني في الطريقة دي اللي فيها برغل بتستوي على النار احسن من الفرن. انا لسه سايباها لسه شويتين ثلاثه، اغطي عليها واسيبها زي ما هي. ورق ألمونيا غطا حله صغيره صرفها. الشاطره تعمل ايه؟
اسمها تغزل برجل حمار. يعني ايه؟ يعني تتصرف، تعمل اي حاجه، تعمل حاجه تتصرف وتعملها. امسلنا العربيه. سوي من الاخبار ايه؟ نقلب تقليب كتير عليها ولا ايه؟ طب نقص منها شويه عشان حاسه ان هي كتير عليها، عشان انا عايزه اعجنها عجن كويس. انا ممكن اديها سنه ميه، سنه بسيطه بس اشوف الاول هتتعجن حلو ولا لا. لقيتها لمت نفسها، ساعات برغل يبقى ناشف او البرغل كتير قوي ومش مبلول حلو او ما تنقعش حلو، وساعات بيبقى مظبوط. فحاولت دلوقتي ايه المظبوط بتاعه ان شاء الله. يعني هنا طبعا قطعه الفراخ اللي انا بعصجهم دول لازم يستووا تماما، يعني لازم يستووا حلو جدا. تعالوا نشوف. اه لا حلو، حلوه كده اهي، بصوا كده مظبوطه جدا، مش محتاجه ولا نقطه ميه تاني، خلاص مظبوطه. اشيل بس دول واحط غير دول ايه علشان نفرم التانيين برضو زيهم. ده الايه المفروم، الكوبيبه، كوبيبه الفراخ. جميله جمال بقى كوبه الفراخ دي يا جماعه، حلوه قوي، احلى من اللحمه بصراحه. يعني انا لما عملتها حبيتها اكتر من اللحمه. الفراخ قربت خلاص اهي، بس بايه باكد على سواها كده كويس. طبعا بنستعمل الخلطه دي بارده، لازم تبرد، لازم تبرد. نجيب لها بوله بس احطها فيها كده عشان تبرد. بسم الله الرحمن الرحيم، اسرع من ما تفضل في الطاسه. خلينا احط فحمايه بس عشان ايه؟ عشان اعمل الكفته مشويه مشويه يعني. هنا خلاص اهو ادي كده الكوبيبه. دي عباره عن ايه كل الكميه دي؟ ما شاء الله ربع كيلو برغل، ربع كيلو فراخ، ربع كيلو برغل، ربع كيلو فراخ. ربع كيلو التاني انا ايه حطيته هنا لوحده كده، تمام. ابص بس على الكفته برضو، كل شويه ابص عليها كده علشان ايه، نجيب منديل بس انضف الترابيزه عشان ابدا اشكل. هعمل لكم ايه كمان من البرغل هقول لكم دلوقتي. هنجيب هنا كده، بصوا كده طبعا حطيها في التلاجة هيبقى احسن شوية. اهلا وسهلا، صباح الخير. نجيب معلقة صغيرة، ثواني. هنجيب بقى العدة، معلقة صغيرة عشان الحشوة، ونجيب بولة فيها مية عشان نمسح ايدينا، او طبق عشان ما يضايقناش. تمام، وحاجه نشكل عليها. يا
فكره النجاح اهم من الشغل ايه؟ ضبط الشغل. ماشي نبص بس على الله. انا حسيت شربت ميتها كلها اهي خلاص. هي استوت ما شاء الله. نقلبها كده. بص ما خدتش وقت معانا ازاي ما شاء الله. عليها شويه كمان بقى كده. ممكن نغطي وممكن لا، بس انا هديها يا زيت يا سمنه، يا زيت يا سمنه، يا زيت يا سمنه. كان عندي سمنه، سمنه طبعا افضل بس الزيت يجوز. سمنه افضل بس الزيت يجوز. قطعه دهن يا سلام، لو عندك بقى السمنه بتاعت الدهن دي تديكي بقى ايه كانك عامله كفته ضاني. ماشي بس خليها بقى كده. تعالوا هنا نشكل بقى ايه الكوبيبه بتاعتنا عشان عايزه اعمل لكم سلطه. مش كده بالايدينا بس، وبعدين ايه نجيب الخلطه بتاعت كوبيبه اهي، وايه نعمل. بص كل ما هترفعي هيبقى اشطر، يعني كل ما ترفعي ده كل ما هتبقي اشطر فيها. وطبعا ده بيجي بالايه بالتجربه برضو، احنا مش كل يوم بنعمل كوبيبه، دي لسه جايه لنا جديده. ونروح حاطين ايه معلقه فراخ، وبعدين نيجي بقى نضم البوز ده كده من فوق اهو كده كده. طبعا هي مش بتاعتنا قوي فاحنا شغالين فيها كده ايه يعني بنتعلمها، يعني الكوبيبه مش بلدنا، مش بتاعت بلدنا، هي شامي اكتر، فاحنا بنتعلمها ومش بنعملها كتير صراحه، بس هي جميله جدا. وبعدين جربوا بتاعت الفراخ دي هتعجبكم قوي. وبعدين بصوا ايه تعملوا كده، لو فيها اي حاجه مشققه اهي تنعميها كده، اي حاجه حاسه مشققه تنعميها. وبرده من الشروط ان هي تتعمل لك اللهم صل على النبي، تعمليها حلو ما تشقش منك، ان هي تنزل كلها في الزيت، تنزل كلها في الزيت، ما تبقاش حته فيها زيت والناحيه الثانيه مش طايلها الزيت. يعني انا حاطه زيت عميق اهو، يعني نقي اكتر حاجه عندك كزرونه بقى اي حاجه. بص بعملها زي الكوبايه كده كزرونه اي حاجه، مهم انزلها تتغطى كلها بالزيت. ايه اللي بيخليها تشقق؟ ان انا بروح حطاها ناحيه فيها زيت وناحيه ايه ما فيهاش. ابدا بس اضم الايه الحاجات اللي فردتها دي كده، فالناحيه اللي فيها زيت تتحمر والنيه تشقق. فاهمين ازاي الموضوع ده كده؟ باللي ديكي بالميه عشان تنعمي. حاضر اهو. وبعدين نروح على الزيت بعد اذنك طنط فحمه. ايه الاحسن طبعا ان هي بتستنى شويه، نحطها وكلها تكون غطسانه بالزيت، او احط بقى بالمعلقه كده عليها عشان هي برضو ايه كده اغطيها كده، افضل اعمل كده علشان ما ايه ما تشقش معايا. تمام اطلع بقى فاصل، اشوفكم بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل، عملنا شويه كوبيبه اهي ما شاء الله في منتهى الجمال، حلوه قوي قوي. كوبيبه الفراخ بالنسبه لي احلى طبعا، الناس كلها يعني اذواق طبعا، بس انا حبيتها اكتر من كوبه اللحمه. يعني لا ليها طعم احلى، ليها قوام احلى، اسهل كمان في الشغل بتاعها. انا عملت ربع كيلو فراخ، عمل لي ما شاء الله كميه محترمه جدا من الكوبيبه، وممكن ان انا اشيلها في الفريزر من غير ما احمرها، يعني قبل ما انزلها بس كده شكلتها احطها في طبق فويل واغطيها او في علبه او اي حاجه يعني، واحطها في الفريزر، اطلعها من الفريزر اقليها في الزيت بس. وزي ما قلت لك لو الزيت مش عميق زي ما انا عماله اعمل كده، مهم ان انت ايه عشان ما تشققش منك تفضلي عاملاها بزيت كده. هي المهم ان هي تكون متغطيه كلها بالزيت بس، ما فيش عندي حاجه ما فيش زيت زياده، خلاص بعمل كده بس كله علشان ما تشققش على طول اهو.
واقفه عليها، انما هي لو عميقه مش هحتاج ان انا اقف عليها ولا حاجه، اول ما تحمرها اطلعها وخلاص. تمام؟ طيب السلطه بقى اللي كنت بكلمكم عليها هي التبوله. تبوله من الوصفات الشاميه برضو حلوه قوي قوي ومغذيه جدا جدا جدا. اللي بنعملها كلها بقدونس بس فيها شويه برغل. تمام؟ عشان ايه؟ جبت الغطا وجبت كل حاجه. بس وسع الكفته. تمام؟ طيب التبوله مقاديرها ايه بقى؟ طبعا المقادير كتير يعني، وكل مطعم او كل حد يضيف حاجه، يحط حاجه، يفتكس حاجه فيها. تمام؟ احنا النهارده عاملينها ازاي؟ نزلنا مقادير التبوله اهي معاكوا اهي. ماشي؟ احمر دي الناحيه الثانيه بس عشان كده ايه احمرت من ناحيه متهيألي الناحيه لسه. قربت شويه صغيرين اهي. نقلبها. عشان ناخد وش حمران حلو كده. ومسخن الفحم اهو. تعالي رايحه فين؟ رايحه فين؟ اجيبك هجيبك. بسم الله. تمام؟ اغطيها برضو كده وكده. او غطى حلة اي حاجة. مش عايز اغطيها غطاشة كده كده استوت. انا دوب بحمرها بس. تمام كده؟ طيب. احنا بقى التبولة دي كلها مقادير على بعضها. بس ايه بقى الحاجة اللي بنعملها صغننة فيها؟ انا بحطها انا بحط لهاش على فكرة يعني في بيحط لها زيت وفي لا. بحط لها قليل قوي يعني لو هحط لها شويه زيت صغننين جدا زيت زيتون زيت عادي معلقه ولا حاجه. اول حاجه بس بحط البصل ان انا هحطها فيها ما احطش بصل اصلا. وهعصر ليمونه تمام. بس نشيل البذر دوت وسن الزيت بسيطه وملح وفلفل. نشيل البذر بس. تمام. وعليها ملح وفلفل. في بيحطوا سماء. عايز تحطي حطي حلو برضو ومفيد وكل حاجة. تمام. قلبها كده مع بعض. الأحسن هي تسيبيها شوية مع البصل الأحمر. البصل الأحمر ده حلو قوي فيها. في عصير الليمون والملح والفلفل. تمام. حطها شوية زيت بعد ما تسيبيها شوية. الزيت ده بعد ما تسيبيها شوية. تمام. عندي هنا بقى بقدونس. يعني بولة بقدونس كده حزمتين ثلاثة. الطماطم قليل. البرغل منقوع طبعا. منقوع حبة كتيرة يعني منقوع برضو قليل قوي. نقلب. عشان كده قلت لك هو مش بياخد سوى لان هو مش بيحتاج سوى. مش بيحتاج. طبعا سلطة مغذية ولذيذة جدا جدا جدا. نعناع بايدينا كده مش بالسكينة يعني عشان ما يسودش. خدت كل بقى من البصل هو اللي تبل لي كل الكلام ده. ملح والفلفل والليمون. طماطم قليله قوي وبرغل قليل بس هو البرغل موجود فيه عشان كده انا ايه جبتها. تمام. انت ايه الاخبار؟ خلاص اهو.
وكمان الكفته خلاص، ننضف الطبق كده حوالينا. خلاص الكفته خلاص كمان. زوقها بس بأي حاجة. تصبر كده. فن فتفوتة فن. ايه رايك؟ ادي كده مفيش منديل. طبق طبقنا طبعا. طلعوا على منديل عشان ايه؟ او مصفى. يطلعوا على منديل او مصفى. بصوا ولا شقت ولا حصل لها اي حاجه ما شاء الله. نجيب بقى دي هنا كده، شوف الكفته عامله ايه. الكفته قربت اهي كمان خلاص اهي. السخونيه هذه نحمر تاني، نحمرها عايزين كده كفايه كده كده خلاص استوت. هي كده استوت. اديها بس كده حته ايه بقى؟ ادي حته ماسك ماسك. ونغطيه بورقة ألمونيوم وابقى كده كأني شويت على الفحم. بس كده خلاص. اطلع بقى فاصل واشوفكم بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل وانجزنا ما شاء الله النهارده انجاز محترم جدا. انا بس مغطيه عشان تشوفوا البخار بتاعها بتاع فحمايه. الكفته تشرب منها كويس. كفته محترمه، كفته برغل ولا باين عليها اي برغل. باين برغل فيها؟ مش باين. هي سخنه مولعه، هنرجع من الاول على ما تبرد شويه اقطعها لكم. بصوا بقى انا النهارده كل الحلقه برغل. انجاز في البرغل، عايزين نعمل برغل ونستعمله بدل الرز والمكرونه. فعملنا بصوا منه كم ما شاء الله كم وصفه، 1 2 3 4 6 وصفات. 6 وصفات بالبرغل. طبعا في تاني كتير قوي قوي قوي، وفي حاجات حلوه كمان. بس يعني هتبقى حلقه تانيه هنعمل فيها نكمل برده، او تخش في وسط الحلقات العاديه يعني يبقى داخل البرغل معانا. هدخلكم كتير والفريخ كتير احنا بننساه، ولا انا نفسي بنساه برده. حتى لما اجي احضر المنيو ابقى ناسيه يعني مش فاهمه ليه. عشان كده قلت لا لازم انجز لكم واحط لكم حاجه كويسه ومحترمه النهارده، تبقى عندكم وصفات تقدر تعملوا بيها اي حاجه. انا عملت البرغل بالطماطم والبرغل بالشعريه. البرغل بالطماطم بصوا الفلفل ازاي قمر ازاي ما شاء الله. حمرنا البصله مع الفلفل الرومي والفلفل الحامي عشان تعمل ايه؟ عشان تديني طعم للايه؟ للبرغل. تمام. نزلنا عليها بعد كده معلقه صلصه ونزلنا البرغل، والميه كانت قليله جدا. يعني انا حاطه هنا في الكميه دي حاطه 3 كوبايات من البرغل، حاطه نص كوبايه من الميه، كوبايه الا ربع من الميه، يا دوبك تغلي وتسوي لي البرغل. البرغل مش بيستحمل، حتى شفت انا بسطها حاطه ني، يا دوبك نقعاه، ما فيهوش اي، بيستوي بسرعه جدا. اللي بالشعريه بصوا الجمال، بصوا بالشعريه اهو. حمرنا الشعريه، انا بس بديها بصله برده الاول. بصوا الجمال، ولا معجن ولا اي حاجه اهو، شايفين اهو. ليه عملناه مظبوط؟ 3 كوبايات من البرغل
مع حوالي كوباية من الشعرية أو كوباية لربع من الشعرية حطيت كوباية مية واحدة، كوباية مية واحدة تمام. برضو حمرت البصلة، بصلة صغنونة خالص حمرتها شوية، نزلت عليها الشعرية وكملت تحمير للشعرية وكأني بعمل رز. حطيت البرغل ومغسول يا دوبك، بس بسيط كده ومتصفي، مغسول في ساعتها وانا واقفه زي ما شفتوني عملتها، والملح وانتهى الموضوع على كده تمام. وكوبايه ميه هنا، ليه كوبايه الا ربع وهنا ليه كوبايه؟ عشان هنا في الشعريه بتشرب شويه ميه. الكفته اللي عملناها صينيه طبعا يقدر ان انا اعملها في الفرن، يقدر ان انا احمرها في الزيت، اقدر ان انا اعملها زي عملتها بالميه كده على النار اهي. بص شكلها ايه، عامله ازاي؟ بصوا بصوا قد ايه، بصوا بصوا اهي ماسكه نفسها ازاي، بصوا الجمال. ودي محطوط قد ايه، محطوط كوبايه برغل منقوعه، يعني بقت كوبايتين، كوبايه برغل منقوعه يعني بقت كوبايتين، على نص كيلو من اللحمه، على بصلايه اهو المقادير معاكم على الشاشه، كل ده على نص كوبايه الدقيق بقى اللي بديها المطه دي، هي والبيكنج باودر خلي بالكم. وعجنت ده كله مع بعضه حلو جدا، وصبعته وحطيته مع سن الزيت كده بسيطه على النار، وحبه ميه حوالي نص كوبايه من الميه او اكتر شويه، وغطيتها وسبتها الميه بقى تغلي وتسوي لي الكفته. وبعد كده اديتها حته سمنه صغيره او شويه زيت علشان احمر فيها الكفته وخلاص على كده. الكبيبه اهي، بصوا ولا شقه ولا فيها اي حاجه خالص، ما شاء الله ممتازه اهو، محشيه بالفراخ جامده جدا، لازم تجربوها يعني اللي بيحب الكبيبه هينبسط منها جدا. عملنا كل المقادير زي ما انتم شايفين كده، وعصجنا القطع الفراخ كانها زي اللحمه، بس دي الشوربه، حطينا قطعه قشطه في النص، دي شوربه كده بتبقى زي شوربه الايه، زي شوربه العدس. انا بخفها زي ما انا عايزه، عايزاها تقيله بسيبها تقيله، عايزاها خفيفه بزود لها الميه بس، مش اكتر من كده. وعملنا كمان التبوله، عشان في ايه بنزرع احنا هنا. التبوله دي طبعا من الحاجات اللي عزه اللي فيها ان هي كلها بقدونس، والبقدونس عارفين قد ايه مفيد جدا. انا حطيت البصل، هو اللي بتبله حلو قوي، البصل الاحمر بتبله حلو جدا، واحط عليه بقى كل الحاجات الباقيه وبعدين بس، يعني هو ده اللي بيتبل لي كل البقدونس بقى الموجود، وايه والبرغل، كميه برغل قليله معلقتين ثلاثه بس، انما البقدونس هو اللي كتير. بس كده اقدم جنبها بطاطس محمره للكفته او للكبيبه وخلاص على كده. وكده خلصت حلقه البرغل النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حلقه جديده من على قد الايد نجلاء الشرشابي، يلا بقى.